تقبلت يا رمضان الخير مستبقا والقلب يشتاق دوما أنت تروينا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي اختار لنا الإسلام دينا وجعل السعيد من وقف عند حدوده وتأدب بآدابه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي أرسله الله بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وعلى آله وصحبه نجوم الهدى وشموس العرفان، ورضي الله على من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون، إلى آخر الآية. الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات يقول: يا أيها الذين آمنوا، نداء وخطاب وأمر من الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا، آمنوا، والإيمان هو التصديق والجزم بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا هو الإيمان الحقيقي. ولهذا الإيمان ينقسم إلى خمسة أقسام: إيمان عن تقليد، وإيمان عن دليل، وإيمان عن عيان، وإيمان عن حق، وإيمان عن حقيقة. إيمان عن تقليد هو الإنسان الذي يسمع من الشيخ ويقول الله سبحانه وتعالى واحد لا مثيل له في أقواله وأفعاله إلى آخره، هذا إيمان التقليد. والإيمان التقليد هذا مختلف فيه، هل هو مؤمن أو غير مؤمن، فيه سبعة أقوال، والقول الصحيح أنه مؤمن ولكن يكون عاصي إذا ترك الاستدلال، وكان قادر على الاستدلال ويعرف ما يستدل ولكن ما تعلمش، هذا يكون مؤمن عاصي. وإيمان عن علم هو الذي يعرف الأدلة من الكتاب والسنة، لأن الله سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرضين وإلى آخره، وخلق الإنسان: فانظر إلى نفسك ثم انتقلي للعالم العلوي ثم السفلي، تجد به صنعا بديع الحكم لكن به قبل دليل العدم، وكل ما جزى عليه العدم عليه قطعا يستحيل القدم. هذا هو الإيمان. والإيمان عن عيان هو يكون لأهل الصوفية ولأهل الأولياء، إيمان عن عيان هو يعاين الله تعالى كأنه في قلبه دائما، وعن عيان وعن حق هو أنه لا ينظر إلى الله سبحانه وتعالى، وعن حقيقة هو يفنى بنفسه، يفنى على كل شيء إلا الله سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا، واجعلنا إن شاء الله منهم هذا طوالة. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. الصيام هو فرض في السنة الثانية للهجرة، ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم كما ورد عن سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة عشية آخر يوم شعبان، فقال: أيها الناس، قد أظلكم شهر عظيم، شهر مبارك، شهر فيه ليلة خير من ألف شهر، شهر جعل الله صيامه فريضة وقيامه تطوعا، من تقرب فيه بخصلة من الخير كمن كان أدى فريضة فيما سواه، ومن أدى فيه فريضة كان كمن أدى سبعين فريضة فيما سواه. وهو أوله الصبر،
أول يعني أوله صبر، وأخره عتق من النار. من تقرب فيه من الخصلة كان كمن تقرب فيه بأكثر من خصلتين. ومن فطر فيه صائما كان مغفرة لذنوبه، كان مغفرة لذنوبه. وأوله رحمة، وأوسطه مغفرة، وآخره عتق من النار. أوله رحمة، وأوسطه مغفرة، وآخره عتق من النار. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فاستكثروا فيه من أربع خصال، يعني إلى آخر الحديث الشريف فيها القدر كفاية. أقبلت يا رمضان الخير مستبقا، والقلب يشتاق دوما أنت تروي.